ناقش مصرف سوريا المركزي مع مديري المصارف العامة والمديريات المعنية آليات العمل المصرفي ولا سيما الدفع الإلكتروني وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستقطاب المتعاملين من كل شرائح المجتمع للاستفادة من خدمات وأنشطة المصارف على اختلاف أنواعها. كما تم التوجيه بضرورة ضبط العمولات التي تتقاضاها المصارف بما يحقق مصلحة جميع الأطراف. استجر فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء 35 طناً من مادة البصل من حماة للبدء ببيعها بسعر 1700 ليرة سورية للكيلو الواحد. وأوضح مدير فرع المؤسسة أن طرح المادة يأتي في إطار التدخل الإيجابي للمؤسسة وتوفيرها بأسعار أقل من السوق، لافتاً إلى الحرص على استجرار كميات إضافية منها خلال الأيام القادمة. طعنت بكين في قرار منظمة التجارة العالمية برفض رسوم جمركية فرضتها الحكومة الصينية عام 2018 على واردات أمريكية، وذلك ردا على رسوم فرضتها واشنطن على واردات الصين من الصلب والألمنيوم. وحسب المنظمة فإن إجراءات الرسوم الصينية الإضافية غير متسقة مع مواد عدة من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة جات. قال محافظ بنك فرنسا إن منطقة اليورو يجب أن تعتاد على أسعار الفائدة عند مستويات قياسية بحيث لا يزال التضخم مرتفعاً. وأضاف المحافظ أن الكتلة بحاجة الآن إلى التحلي بالصبر وبالثبات في مواجهة التضخم. هذا وكان التضخم انخفض في منطقة اليورو بصورة هامشية الشهر الماضي بعد أيام من رفع أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي. ذكرت شبكة سي ام بي سي الأمريكية أن أسعار زيت الزيتون ارتفعت إلى مستويات قياسية جديدة، حيث أدى الجفاف الشديد في الدول المنتجة الكبرى إلى تقليص الإمدادات ما تسبب بزيادة سرقات زيت الطهي. وأوردت الشبكة أن الأسعار العالمية لزيت الزيتون ارتفعت إلى 8900 دولار للطن في أيلول سبتمبر، مدفوعة بالطقس الجاف للغاية في البحر المتوسط وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية.